الأستاذ محمود حميدة، الفنان الكبير أيقونة هذا المهرجان وهذه الدورة. سيد الأستاذ الأمير أباظة رئيس المهرجان، في حضرة هذه الكوكبة من النجوم والفنانين والإعلاميين من مصر والعالم الذين استطاعوا عبر أكثر من 100 عام أن يصنعوا البهجة التي هي عنوان هذه الدورة. أتشرف بأن أنقل إليكم تحيات وتقدير معالي وزيرة الثقافة دكتورة نبيل الكيلاني، والتي اضطرتها ظروف العمل عن عدم التواجد بيننا اليوم، وتمنياتها لمهرجان الإسكندرية بدورة تليق بعلاقة هذا المهرجان وتاريخه. أصدقائي الأعزاء، في هذه البقعة من الأرض توقف التاريخ واحتضن مختلف الحضارات عبر كل مراحل ومزجها بالشخصية المصرية ليصنع منها مدينة فريدة في الطبع والطابع. اسمحوا لي أيضا أن أتذكر معكم هذا اليوم منذ 49 عاما عندما عبر الجيش المصري العظيم خط بارليف وحفر أسطول الجنود الذي لا يفهم. في هذه الدورة نبتسم، نعود للابتسامة، نعود للكوميديا، ومن خلال الاستفتاء ومن خلال البوستر الرائع الذي صممه الأستاذ الفنان عمرو فهمي، شكرا أستاذ عمرو على هذا البوستر العظيم الذي أعاد البسمة إلى شفاء الجميع، شكرا لك. مش هطول، بشكركم جميعا وبدعوكم إن شاء الله للاستمتاع بهذه الدورة، للاستمتاع بالكوميديا. هنكرم ناس يستحقوا التكريم من كل الأجيال، هنبتسم ونرجو أن تستمر الابتسامة، شكرا لكم. طبعا يعني يغيب عننا معالي وزيرة الثقافة الإعلام المستشار عبد الجليل، كنا نتمنى حضورها، وكنا نتمنى أيضا حضور معالي محافظ الإسكندرية حتى تزداد درجة وجود المحافظ في هذه الاحتفالية الكبيرة. مسابقة ممدوح الليزي بقى لها 10 سنوات أقيمت هذه المسابقة إيمانا بالفكرة التي آمن بها المرحوم ممدوح الليزي ككاتب سيناريو في المقام الأول وحصل على جائزة الدولة القطرية مجال السيناريو. إحنا كأسرة حريصين جدا على استمرار هذه الجائزة.